هلا معكن. يوم جديد، يوم جديد من أيامنا. كملوا ثلاث نقط. أيامنا يوم جديد، هي مثل الإنشاء كنا نعملها نحن وصغار في يوم من الأيام. يوم جديد من يومياتنا، أكمل الفراغ من يومياتنا المتكررة. أوكي، غيره متشابهة يعني. أخت اللي بزل عليك إذا كنت عرفته، إذا عم بفهمها. يلا من يومياتنا هلأ دغري دغري بتلاقوها، يعني ما بدها هالقد متشابهة متكررة أبدا أبدا. كل يوم كل يوم يعني بتجي مصيبته معه، يعني هاتوا أتحفونا اليوم شو الحياة حلوة. مش من قلبك حسيت. اليوم بمين بدنا نتسلى، بشو بدنا نتسلى، لأنه ما بعرف إذا انتهت يعني الأزمة مع السعودية حسب التحليلات اليوم وبعض المعلومات أنه ما انتهت لسه. طبعا في الانتخابات السورية هلأ، يعني إلا ما يصير له شي شغلة المتناحرة بيسوى. يوم جديد عم يبدأ بصوتك من كلمة ألا معكن. صباح السعادة، أيوة السعادة من يومياتنا الزفت. الزل يوم جديد يشبه اللي قبله، يا ريت. اوكي، انه مشان ادبيات الهوى سوري ما بقدر اقولهم، المسبات اللي بعتينا لعن يومياتنا. تعرفوا انا بعدني قال محافظة على ادبيات الهوى. برافو بيقولوا لك نيدان، تمهنها اسراء منيحة. نهنها يعني مهترية، بلوتو مهترية هديك منهنها حلوة. يومياتنا توقع الأخبار السيئة، يا الله. هلأ في هيك وفي هيك، بس أغلب شيء هيك. هيثم أنا بنسى شو قلت، خصوصا عند الانفعال. بايز الفارغة أصلا يا ريما. كارول بعتت لي سؤال سريع، في شي بعد بفاجئك؟ كلا، بس هو عادة لا، بس هيدول الجماعة الحاكميننا البوطة عطول عندهم استعداد يفاجئوك، يعني حتى لو انت ما عدت تتفاجئي بيعملوا شي أكبر أكبر ما انت ممكن تتخيلوا عقلك، يعني عرفتي؟ هاو جماعة فوق 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 الخيال، فوق العقل، يعني مستعدين يعني يضلوا يفاجئوك. Good morning my positive energy from Istanbul to you Rima. Bonjour bonjour. Positivity. من يومياتنا المليئة بالكرامة. إيه انت عم بتفتش على، انت في رحلة البحث على علبة البانادول، بتكون هيك عم بتغني للكرامة على الطريق معلى الراديو، عرفتون ها؟ ايه بس عم بتنبش يعني. روني يا خوفي فاجئونا بشي بيشبه أربع أب، لا سمح الله يعني، بس انه كله وارد، تعرف انت شو مخبأ يا لطيف. إذا في ناس عندهم كرامة بليلة ما فيها ضوء أمر مثل رفوف الطاير بيهاجوا عن هالمملكة وبيتركوا له بيوت الفاضي وأصوات الدياب. إيه والله، بس الصيفية والعانة. امبارح بكل نشرات الأخبار بارقة أمل الوحيدة إنه في عالم جاي تصيف بلبنان، إنه عدد منيح
طبعا مقارنة مع أيام الكورونا، يعني مش مقارنة مع أيام العز، بس أنه نسبيا يعني في الشليات مفولة، القبض بالدولار أو عريت يعني النهار، والناس عم تحجز يعني بتتصيف. وديع بونجور، كنت لما عصب بالغرب يقول برجع على لبنان بلدي، ايه هالايام بطلت اقدر اقولا، بهدلت الغربة ولا زل الوطن. تقطع عم تسلى هون كل يوم عنا شي. ايه هاي نسبة الزيادة بين 25-30% مقارنة مع ايار 2019. اوكي الوافدين مهم يضل في كهرباء بالمطار. محبوب محبوب محبوب، بلد محبوب، بلد مجنون، بلد عصفورية، بس هيك محبة من الله سبحان الله. بعد عم بصرح وهبي شو العنوان، قال لم يمنحني الله نعمة الصبر. يا الله الله حق على الله طلع. طب كيف ما نحن قلنا نحن شو بنعمل؟ اتصل على هيدا الخط الساخن تبع نحن مش منيح، فيك تتصل وتحكي مع سيكياتر يعني شو بنعمل لك، بنعطل همك يعني. هيدا المتفائل بعت لي من على تويتر يوميتنا الحلوه ريما، بعت الجهنميه المنهكه بالاحلام. حلوه المنهكه بالاحلام. أنا برات لبنان عم تحكيني، عند أحلام حرام. لما يقتلوا لك هيدي خلص كل شيء، هوديك تفاصيل وطحنك واعطيه رأيك، وأنا مع هاي وأنا مع هاي، وسقفك يعني هاشتاج من محة تاني نهار، ويعني بتبح قلبك، بتترك يعني مش شغلك إذا في شغل، بتترك يعني اهتماماتك الصغيرة والكبيرة، وبتنكب على أنه تبادل الأراء والنقاشات، أنه أنت يا باص عيد عقل زمانه إيه، وبتصير تناقش القضايا القومية وجنس الملائكة، وخلص تاني يوم راحت غيره. هات اعطوني شيء ابدأ رأيي فيه، هيك مقضيين. ما بعرف اذا عم بيعملوا لنا اياها تسلاية، عم بيعملوا لنا اياها قصد لننسى يومياتنا الجهنمية. بجوز يعني هيدول عبائرة جهنميين كمان بيعملوها، يعني بيعملوا بيا مثلا اليوم في كتير اشياء ما حكيت عنها يعني، بس لحتى ما نبلش بالوجعة الراس، بس انه فيه يوجد، فما تعطى الهم كل يوم في شيء، بس بدنا نضلنا منيح. ايه كيفك؟ انه منيح كيفك انت كيفك؟ ما كتير ناس عم بيسألونا اياها، بتصير يعني ما هي الحياة عبارة عن طلعات ونزلات؟ يبدو انه هيدي النزلة، مرقنا بنزلات اكيد بالحياة شخصية وعامة، بس انه مثل هيدا الزمن لا، يعني هيك نزلة انه مزلة، نزلة مكرهة، يعني نزلة لقعر القعر 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 تبع القعر، بس بدك تقوم قوم يعني، ما عندك خيار تاني. يا الموت على كل المستويات، يعني مش انه النفس هو الحياة، يا اما بدك تعيشها. في حدا من صاحبنا كان يقول بدك تركب راس حمار، انه هيك شيء. في ناس مركبينه وحلوين يعني ما بهون شيء، بتطلع فيهم هيك عن بعيد تلاقيهم لذيذين، مش الحمير عن جد، لا انه بايعينه شوي هيك، بس انه مش انه ما بيعرف الحقيقه، مش انه هوديك تبع الزعيم، لا لا، بس انه هيك انه سويتش شو بعرفني، بارمينا هنجرب مثلا مرة بالأسبوع نبرمة، نركب هيدا الراس، نغير جو، نداوي نفسنا بنفسنا، نصلي، لأنه عن جد أنه لو يعني أوقات الصلاة
تموت على شفاهنا. ما بعود واحد انه يعرف شو بده يقول او يطلب او يتمنى او يشكر او يعني بيبطل في هالحوار. بس لازم يضل يعني بيريح. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على الطول وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. والله هيك ما تطلع هالموسيقى بحس انتقلت من كل شيء لمطرح تاني. يعني بتخيل بالنفس بالروح بالأفكار، هيك ننتقل من اللي هون بكل صعوباته وأزماته وقلقه وجعه لمطرح على الأرجح أنه كتير حلو وكتير فيه سلام، وهناك يمسح الرب كل دمعة من دموعكم. هناك لا مكان للحزن ولا للخوف ولا للوجع. فنتخيل حالنا هناك عم ندق عبابه عم بيفتح لنا وعم نقعد هيك عند إجري نخبره خبرياتنا ما بيمل من سماع اللي بيعرفه بس بيحب يسمع منه. منصير نقله صار معنا هيك وصار معنا هيك وهون موجوعين وهون ما قادرين نتحمل وهون فوق طاقتنا وهون بدنا قوة أكتر ودفشة منك. بيمشي الحال بيمشي الحال بمجرد ما تعرف وتتأكد هيك بباطنك انه عم يسمعك بيتغير شي فيك. ما رح يتغير الكون كله بلحظة، بس على القليلة يا رب غير اللي فينا. يعني نكون قادرين نعصب أقل، نوجع أقل، نحقد أقل، نخاف أقل، نتألم أقل. كلهم يعني احنا عادة نجي لعندك هيك عنا شي طلب شي حلم شي بدنا نحققه، واحد يبقى حاطين راسنا براسه نطلبه من الرب يساعدنا فيه. هلأ محملين 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 عكتافنا اشياء ما بتخلص، يعني ما بتخلص شخصية ومهنية ووطنية وكلها تقيلة. يعني يمكن شايفنا من فوق كيف من حنيين يعني من التقل اللي عكتافنا، اكيد شايفنا شايفنا قديه مرهقين. شايف انه الامل الوحيد هو عندك، لكل يوم بتعطينا منه شوي لنكمل، نرجع تاني يوم شوي لنكمل اللي بعده. وطبعا ما عارفين لوين رايحين ولا قادرين نرسم ولا خطة للكم ساعة اللي جايين، عشان هيك منضل نقول لتكن مشيئتك، بس كمان لا تدخلنا في التجارب التي لا قدرة لنا عليها ولا قوة. شايف قدي قوتنا بأدنى مستوياتها، في كتير اشياء حلوة فينا
راحت، كانت عم بتروح شوي شوي، في اشياء راحت هيك فجأة. يا رب رد لنا اياها، لانه هيدي اللي بنقدر نكمل فيها. واهمها وعلى رأسها الرجاء، الرجاء اللي بيقدر يصبرنا على مشاكلنا ويفرجينا هيك من ورا كل هالنفق نقطة نور، نقطة بس بنشوفها منتمسك فيها ولو عن بعد، ومنعرف انك هونيك نطرنا، نطلع من النفق منشوف وجهك، منشوف الوجه الآخر لكل اللي عم نعيشه، ماشيين كلنا بهالنفق لو قد ما ادعينا انه مبسوطين او متأقلمين او معودين او ماشيين الحال او عنا ايمان بهالجبال أو صعد أكتر من غيرنا، كلنا بزيت النفق عايش أجوه كتير. فرجينا هالضو، أمين. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على الطول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب quote of the day. ومن قال أنني أردته حبا أبديا لكن كان بإمكانك البقاء ولو قليلا بعد. يا ريماس quote of the day. قم جد لك ما يستحق العيش من أجله في هذا البلد البائس. شوف رسائلكم. تريزا شو بعتيلي قلوب. بونجور بونجور روان، يا هلا صباح الخير مروان، ما في غير الدعاء معك حق أو شي هيك. تتذكري ملك لما كنت تقولي لنا إذا ما عندكن أمل اخترعوا أمل؟ هلأ حتى اختراع مش عم بيطلع معنا، طفولنا كل شي حلو فينا، نجحوا. بتذكر كمان كنت قلكن دايما دايما كل ما نوع نوعد حالنا بهذا الشيء اللي منحبه انه رح يصير، شو بعرفنا اتصال نتلقى عرض لقاء غير متوقع، اتصال شيء من هول الاشياء نبقى ناطرينه من يوم ليوم، ننقلها معنا من يوم ليوم، نتعامل مع حالنا من أول شيء، من أول ما منغسل وجهنا ونلبس تياب حلوة على أساس أنه رح يصير هيدا اللقاء، ونحضر حالنا ذهنيا وفكريا وشكليا أنه رح يصير. هلأ بطلع عطيك موتيفيشن كل النهار، يمكن بعض يعتبروا أنه كذب على الذات وهيك، بس أنه أفضل من العكس تماما، أنه شو عندك اليوم؟ ما عندي شيء. ليه شكلك هيك؟ لأن ما عندي شيء. يعني ليه حالتك هيك؟ لأنه ما في شيء. دلك توعد حالك أنه رح يصير شيء قبل، يعني كنا الأشياء الحلوة بتطلك هيك محمس، ممكن تصب بالخيبة هيك عشية أنه دعان كل هالترتيب أو دعان كل هالأمال، بس
انه معلي تكون عشت نهار منيح تاخده معك لتاني يوم مش غلط. وعرف هلا شو هو شو مستحيل هيدي تبع ردا على انه لقي لك شي تعيش كرماله. ايه نداء تذكروا لما كنا نروح نهدي حالنا على الأعياد نادين نهدي حالنا اشياء بتتاكل مش ورد بعطفلك بس هالمن مشكلة بالأكل انه بتعصب بتاكل بتنبسط للحظة ترجع بتعصب لأنك أكلت ترجع بتقول انه مثل ما كان يقولولنا أهلنا ونحن وصغار انه كمل صحنك في ناس ما عنده أكل. وفعلا هيك مشكلة الأكل هيدي بنعمل عنا حلقة. الشعور بالذنب تخيلوا انه نحن ناس مشكلنا يعني غير هوديك بيكلهم بيضعفوا دخيلكم ما حدا يجيب لي سيرتهم ما حدا يفرجيني صورة وجهن. نحن حتى ما منستطعم ما منستمتع بشي من أبسط الأشياء اللي هي انه الأكل طيب حلو لذيذ متعة من متع الحياة يمكن أهم لأنك بتعملها كل يوم بشغف جديد يعني تصير بدك تتذوق أشياء جديدة ترجع بلحظة بتحس بالذنب اللي أكلت ويا بيقولوا لك بتنصح يا بيقولوا لك بتمرض يا طب ما مشان هيك نحن بدنا نفتش مثلا قال عن متعة صحية يعني انه سقفة سقفة كل الدراسات والأطباء بيقولوا لك انه عمول سبور تفيد جسمك وبتطلع ستريس وانه بصير مع الوقت متعة. ما بعرف اذا اللي بيعملوا كتير وأدكتد هيك بصيروا مع الوقت يما هن بيخلقوا هيك يما بينشغل عليها يعني عن جد حلو واحد يتبدل هالتجارب. هيدا الموضوع كمان كتير مهم لانه انه مثلا في ناس بتفش خلقها بالاكل فبتزعل بتفش خلقها بسبور ما بتزعل مفروض مفروض يعني دال انت من هيدول ايه ما يعني ما عندك شعور بالذنب مش بدك نهاد ايه بيطلع صحو تماما نادر يعني هيدي ارضاء النفس مش انه صعبة كتير 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 لانه نحنا جماعة نجلد زيتنا على لقمة زيادة فشو بدك بالاشياء التانية يعني اللي بنعملها نرتكب هيك خطأ صغير او خطيئة زغطورة منضل كل حياتنا نندم عليها وحتى الأخطاء اللي بيرتكبوها الآخرين فينا بنحملها لحالنا إنه أنا حق علي لو ما مني ما كان كذا. كمان الشعور بالذنب هو عائق يعني أمام كل أنواع التطور من الأكل لكتير أشياء تانية يعني بتصير معنا بالحياة. ليك شو مبسوطين بالحديث عن الأكل الافتراضي ذكرتوني بهيدا واحد على تيك توك قال عم يطلب قالوا بونجور بدي بيتزا كبيرة صغيرة بتقلك الماما بتطول قال له بتنصح شي هيك ما بعرف خبرني كاتل يعني بس انه طلع قدامي مهضوم. قالت لي مارك قديشك ايجابي بعت لي لينك لخبر على الموقع الام تي في لسينتيا سركيز مش بعت لي اللينك بعت لي سكرين شوت وداعا للتوليب والأوركيدي والرومانسية. هي قضيت على التوليب والأوركيدي هاي دمانة تبرعت لي بي لما يتغير علي شي بجردينيا لي إيمان خليني أجاوبك على سؤالك يعني وعرف إذا رح أقدر أختصر يعني لأنه شفت كتير أنه على سوشيال ميديا هيك أشياء. ريما شو رأيك بانبطاح الفنانين مبارح؟ يا الله يعني الفنانين يعني ما لقيوا أنا برأيي
هلا في مطارح اكيد البعض انه زاده طبعا لا شك يعني يعني في مزايدات اذا بدكم, بس ما شافوا من السعوديه غير كل شيء منيح والله. انتجوا لهم بوقت شركات انتاجنا, هلا بشو الشروط وشو الكونترايات ما بعرف, انتجوا لنا انتجوا لهم اغاني بوقت ما كان في عنا ولا شركه انتاج لبنانيه ولا دومري, عملوا لهم حفلات كرموهم ساعدوهم, يعني بيسوى يوقفوا حدهم. هلا الطريقه نعتذر ما بنعتذر, شو الكلمات اللي بنستعملها, هيدي كل واحد هو, بس انه ما عليه يعني بدنا نروح على فكره الانبطاح, لانه ما عليه يعني جاي رئاسه الجمهوريه وراح نشوف مين راح يروح على السعوديه ورا بعضه, لانه ما بيركب رئيس جمهوريه بلاهن. نضحك على بعض يعني, بدنا نضلنا انه نشوف بعين واحدة. شو بدي بالفنانين؟ هلا الفنانين اللي دايما بيعطوا رأيهم بالقضايا المصرية والوطنية او فاعلين يعني دغري بيقولوا رأيهم, يعني دغري بيشاركوا. في ناس نطوا اجوا قالوا هيك, بس طبعا اذا في تملق للسعودية في تملق للسورية كمان. انه ليه يعني ليه متفاجئين؟ ليش اللبنانيه مش طول عمرهم بيعملوا اغاني لرؤساء العرب الفنانين ما بيغنوا لهم؟ ما عم بفهم انه البعض طبعا البعض ما يعني ما بيغني لحدا, ليه ما بنعرف كل واحد منهم انتمائه شو يعني او لمين ميال اكتر؟ بعدين انه كما تكونون يولى عليكم, يعني ما هلي ما ذاكرتنا ضعيفة مصيبتك, انه ذاكرتنا ضعيفة, ما كل ما بدنا شي منروح على السعودية, انه وقت اللي بدنا يحطولنا وديعة بالمصارف ما هلي يصحفوا السياسيين, انه ما عليه يروحوا وقت اللي بدنا نجيب انه رئيس جمهورية نزحف ما عليه بعدين بنبطل. مثلا انه دونيز رحمي فخري قالت بخبر اكسكلوزيف شكله لألا لحظة, مثل ما هو كشفت الإعلامية دونيز رحمي فخري خلال نشرة أخبار صوت بيروت انترناشونال عن زيارة بعيدة عن الإعلام قام بها مستشار رئيس الجمهورية سليم جريساتي إلى السفير السعودي وليد البخاري. إنه سراً بيمشي الحال يعني, ما في شيء سراً, كله بده يبين, هاي يبين إنه إذا اعتذرنا بالسر ما عم برر لهم, بس هن حرين شيء ما عم برر لهم, بس هن حرين. مثل ما في ناس بتدافع عن أنظمة تانية عربية, في ناس بتدافع عن أنظمة تانية. يعني ولا مرة نحن كنا يعني انه هالدولة انه المستقلة عن كل محيطة وما عايزين حدا. يعني لو كان عنا دولة فعلية, لو كان عنا شركات انتاج مش سكروا كلهم, لو كان عنا أوبرا هاوس, لو نحن يعني بلد الـ 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 الانتاج والضخ المصاري والانتاجات الفنية والتمثيلية, اليوم انه لو ما في شاهد الممثلين قاعدين ببيوتهم ثلاث ارباعهم, لو ما فيها الانتاج المشترك ما بدنا نضحك, ما عم برر لهم, ما تقولوني شيء ما قلته, بس في شيء انه واضح انه هلأ تفاجأته, يعني انتو انه تفاجأته. يا ريماز quote of the day, ومن قال انني اردته حبا ابديا لكن كان بامكانك البقاء ولو قليلا بعد. يا ريماز quote of the day. صراحة يعني الكوت قال كله انه ما عندي كتير تعليقات عليه,
تحبوا انتوا تعالوا، ما انا ومني جماعة للأبد ولا الوعود الطنانة الرنانة بولا شيء. يعني اذا بدي امضي كونترا شغل على سنتين برجف، لانك انك توعد حدا بشيء على المدى المنظور او غير المنظور مسؤولية. الوعد كتير له علاقة بالمبادئ تبعك، فما بعرف وقتها كيف قلت بالزواج انه شو بيقولوا لك الى ابد الابدين شي من هالنوع. يعني كيف واحد بيوعد بشي ما بيقدر يعرف اذا قدر يكمله يما لا؟ كيف واحد بيقدر انه يقول هيك للعمر كله؟ مدري ها، في ناس بتزتها كلمات هيك جمل يعني شاعرية، ايه بس انه مش حلوة. حتى الحب يعني، وهيدا الحقيقي وهيدا اللي لقيته وهيدا اللي ما في منه وهيدا ما في بعده وما في قبله وهيك، ما يعني منجرب نحن. مشان هيك كان بيسوى يبقى بعد مثلا تقله بتجرب انك تطول له بعمره قد ما فيك، تحافظ عليه وتنميه وتزيده، بس بالاخر كل شيء له وقت. شو عم تعمل تيست للعرس؟ دادي في السراء والضراء بعرفه على الحلو والمرة، ايه بس في مطرح بيقولوا فيه انه غير انه ما جمعه الله لا يفرقه انسان. بس هيدا انا عندي وعلى ناسي اسألها لشي اب او لبير مروان، ناسيتها هيدا انه مين قال جمعه الله؟ ما اوقات بتعمل خيار خطأ وبتجمعه انت، تجمع ما بينجمع، ترجع تطلع بتلاقي انه ايه كيف كل شيء له نهاية. ما في حب للأبد إلا للبي والأم، وكل شيء له نهاية وبيخلص أكيد. ايه فهم كمان انه ببطل عندك متعة اكتشافه ولا العيش معه ولا شيء، انه باقي للأبد. يعني اذا مش اليوم قلت له كلمة حلوة بقول له بكرة، اذا مش اليوم غمرته وبسته بكرة شو ما عملت وكيف ما شافني انه ماشي الحال، ما هو انه باقي للأبد. بينما اذا عندك شعور انه هيدا الشيء او الحدا معقول تخسره، يعني بتضلك عم تعمل جهدك. ايه هيدي لازم يزدوها على الزواج مزبوط. إنما اتركا بينكما بعض الفصحات لترقص فيها رياح السماوات. مين هذا البعتلي؟ انقطعت سوا عنا الكهرباء، مسموع صوت اليو بي اس عندك، شفتو؟ عم بتطور، صار عندي يو بي اس، عم بحضر حالي للانقطاع الشامل. سيت الدهث، ايه نحن عنا شي كمان هيك. أنا بنزعج من الناس اللي بيقولوا مثلا بيعيشوا القصة بينبسطوا فيها بيعشقوا الآخر بيموتوا فيه، بعدين بيقلك انه خلص ما كان حب. بتقوله مثلا كم مرة حبيت مثلا، بيقلك كنت بفتكر حالي، هيدي الجملة الشهيرة يعني، كنت بفتكر حالي بحب طلعت خلص ما دخل ما دخل. يعني كيف تقطش الشقفة من تاريخك هيك بتشيلها بكبب زبالة؟ ما كان حب. يعني كم مرة انت قلت بحبك او بحبك؟ كم مرة عشته؟ كم مرة انفعلت كرماله؟ كم مرة وعيت كرماله؟ كم مرة عملت جهد؟ كم مرة جنيت كرماله؟ انه كيف يعني اذا راح خلص يعني ما كان؟ لا بيروح عاد تعود تقول له يعني الله معك مرسي على كل اللحظات الحلوة وهيك، إذا كانت حلوة ودعوا يعني وداع بليق بالحب. كم مرة بكيت كرماله؟ صح يعني مش إنه راح إنه قال لي مثلا في جملة ما بعرف مين قيلها، وفي ناس بيقعدوا يعني بيعيشوها هيك إنه لو كان حب
ما كان خلص ريح ثلاث بالسيارة إذا عم دورة طلعت لي غنية تذكرتها لما يعني اللي زمان ما سمعتها لملحم زين بكان صديقي أول ما بدورت السيارة طلعت لي الجملة مثل اللي سمعي مثل اللي ما بعمره سمعك شو قلتي بتحبيني هبيت علقتها هيك كان صديقي بالفكر قبل يعني الورقة أو الكونترا ومن قال أنني أردته حبا أبديا لكن كان بإمكانك البقاء ولو قليلا بعد يا ريماس quote of the day ومن قال أنني أردته حبا أبديا لكن كان بإمكانك البقاء ولو قليلا بعد يا ريماس quote of the day يسوى تلبس أسود عليه أحداد وهيك وبتبكي وهيك بس تتركه بتاريخك فينا نمحي التاريخ كل يومين والأحلى أنه يعني يبقى شيء حلو مرق يعني ما يخلص على كلمات جارحة ومسبات وإهانات و يعني هيك لأنه نحن ليش يعني غالبا ليش بينتهي بهالطريقة لأنه منستنزف ومنعصره على الأخير يعني ليرجع يطلع أبشع في شي فينا صرت تقول هيدا تجوزته أنا هيدا حبيته أنا عما كيف صار خلص ما عاد فيه شي حلو يعني قاعد يعمل أبر حياة ما غير قابل للحياة لك تعيشه بالقوة بيطلع أسوأ شي فيك كنا أمام خلص نحكي عن الكوت كنا أمام أزمة اليوم بلشت مبارح عن نادي اللايونز اللي عمل احتفال وشفنا التحضيرات والستيج على مرفق بيروت وطبعا مدين هيدا الشي لأنه الجماعة يعني ما بعرف ليه مستعجلين انهم يلونوا الحيط يعني وينسونا القصة هلأ هن بالبيان تبعهم اللايونز قالوا انه لغيو وقالوا انه ما كان احتفال كان تحضير لأعمال مؤتمرات 52 وكانت عاملة لقاء تضامني بمرفق بيروت ما عرف شو لهم علاقة ببعضهم بس انه وتحية اجلال وتقدير لروح شهداء المرفق وبعث رسالة واضحة هيك بيقول البيان انه بيروت لا تموت مبلا حبيبي معلم تموت هلأ بترجع تقوم هداك غاشي بس انه ما بتموت مبلا بتموت عريت زياد الرحباني مات مش بيموت مات تاني شي قال انه هذا اللقاء اللي كان عم بتحضر له هيدا ستيج الفخم اللي شفناه اللي تفكفك هلأ وراح على بيته لانه كان في يعني تظاهرة ضده من اهالي الشهداء والمجتمع اللبناني يعني لعدم اقامة اي شيء هنيك اي شيء يعني يحمل طابع احتفالي بيقولوا انه هاللقاء لم يكن حفلا موسيقيا كما روج له على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بل هو لقاء تكريمي مثل ما قلنا للشهداء تخليد لصمود بيروت يعني هيدول الجمل اشتهيرة استكمال حملة راجعين على البيت اللي قمنا فيها باليوم الاول للانفجار ايمانا منا بواجبنا بمساعدة اهلنا وهيك هلا يمكن نواياهم صافية الجماعة يعني كانت برعاية رئيس الجمهورية الاحتفال يمكن نواياهم صافية بس انه بكير تركوا الميت ليندفن ايه ويتصلى عليه ولاحقين لاحقين يعني هيدا بيشبه وقت اللي عملوا على الطابع صورة الانفجار انه نحنا انه بحطوا على الطابع قلعت بعلبك بيجا بحطوا يعني في رأي عام غريب الأطوار
طول بالك ليمرق له سنة بعدين بلش ركب ستيج. يعني ايه شفت لهيفا في اجماع انه اللي تويت التضامن اللي كاتبته انه حلو, واكيد مثل ما قالت مظبوط يعني البدو ليس بوصف مسيء لكي يتم الاعتذار بشأنه. هلا هن كدولة وإقالة يعني طلب إقالته أو تنحي أو الجمل اللي اختاروها ليلاقولوا المخرج كانت مش بس على وصف البدو, يعني كانت على كتير أشياء تانية نقالت بالحلقة يعني, بس هي اختارت أنه تقول أنه البدو منه وصف مسيء. نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة, وكان الأجدر تكملة الحوار باحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا كلبنانيين أن نفهم ما ينتظرنا. علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الاعتذار عن ما هو مشرف بالأصل. أيوة ما زال النقاش مستمرا إلى أن يأتي شيء. هلأ اللايونز مش الحال, هيدا كان موضوعنا هالنهار الترندينج, يعني ما عارف اذا بعده بلبنان ترندينج اليوم الكلب الخيمة هنو ايه why not. انا اذا حدا بعيرني باصولي بستقبله باصولي, يعني عادي, لانه الشاعرين بالاهانة يعني ما تكون الأبراج واصلة للسماء. مظبوط. إذا حدا عيرك بشيء أنت فخور فيه تعمل نكاية فيه للشخص, وإذا إجا يستقبلك إذا قال عنك شو بعرفني قهوتك مش طيبة بتشربوا القهوة المش طيبة, إذا قال عنك أنت ما بعرف شو اعتبر من 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 بدو من غير حضاري غير كذا, بتفرجي كيف بتكون غير حضاري. ايه عادي يعني انه رح نعيش يا جماعة ونشوف ونذكر بعضنا اذا صار له شيء ازمة مع بلدان تانية الفريق التاني اللي اليوم قاعد ناشر الدنيا انه كلكن بتقبضوا وكلكن عملاء وكنتكم مبطحين ومدري شو, بنبقى بنلتقى يعني الايام جاية ومنشوف انبطاحكن. هلأ جاي قريب يعني كتير قريب ومنذكر بعض, يعني ما حدا يزيد على حدا بهالمواضيع لانه كله بيشبه كله. للتواصل مع يا ريما فيسبوك تويتر انستغرام ريما جيم واتساب 7111120271 7111120272. يا ريماس كوت اوف ذا داي. ومن قال انني اردته حبا ابديا لكن كان بامكانك البقاء ولو قليلا بعد. يا ريماس كوت اوف ذا داي. يعني بمخن بيصدقوا الوعود. انا بصدق, انا اصلا عندي ميل اني صدق, يعني بصير اقول انه ليه واحد انه بيكذب اصلا او بيقعد باشياء ما قادر يعملها او ما بده يعملها. هلأ ما قادر في شيء بفرنسي اسمه فورس ماجور, انه يعني انه شيء فوق الطبيعة خيالي صار, يعني ما قدر وفى بوعده. هيدا يعني قليل نادر بصير بالحياة, بس اللي ما بده انه شو صاير عليك يعني انه تقل, هيدا بحملك تقل ما شو بدك فيه. انا ما فيني اوعدك بشي لذيذة, يعني ما وعدتك بنجوم الليل منيحة, بس انه نجوم الليل لجبلك انه كتير انه, ورغم ذلك يمكن في شيء بمخنا نحن انه مدلنا نقول انه بلا بركة, يمكن لانه ما كتير منكذب. هلا اكيد منكذب كلنا, بس انه ما كتير منحمل حالنا
بنعملها مع التانيين يعني، فمفتكر انه التانيين ما بيعملوها معنا، هاي مشكلة كمان. النقاش وردنا خبر عاجل يعني من الزميل جوني الصديق، بيقول زحمة سير خانقة هوليدي بيتش باتجاه بيروت، مجموعة شبان عم بطردن الجيش حتى يرجع يفتح الطريق. ما بعرف إذا في معلومات بعد أكتر، بس هذا الخبر ورد من الزميل جوني الصديق. هيثم شو من فرنسا، بونجور هيثم، أحلى شي لما نسمع عن الحب منك يا ريما بصير أحلى. قول الله يعطيني راحة البال ولا أحكيك حب ليل نهار، صار شي لوكس هيدا الحب. جمانة سوري ما أدرى أسمع فويس، إذا بتكبيلي شو عم بتقوليلي أمني معروف، لأنه رح نختم بعد شوي، ما بقى عندي وقت. إذا شي يعني ضروري رنا تانكيو. كمان عم توردني صور للانتخابات السورية على الأراضي اللبنانية. جوني رح تنتخب يا جوني، انت وين دخلك بأي بلد؟ أين نزحت يا صديقي؟ عم بيقول جوني بهالوقت اختلط الحابل بالنابل، باصات تحمل أعلام سورية وأعلام حزب الله، حد الهوليدي بيتش بعدنا عم نحكي باتجاه بيروت مثل ما قال بأول خبر، مجموعة شبان عم بطردهم الجيش حتى يرجع يفتح الطريق، وباصات تحمل أعلام سورية وأعلام حزب الله، وبيقول ممكن كمان شبان من أهالي ضحايا انفجار المرفأ. بس مش الحال، التغى الإيفنت يعني، وبالتالي ما بقى في مبرر لل ما بعرف يعني لأهالي ضحايا انفجار المرفأ. ما بعرف مداخل كسروان السير متوقف كليا. اف ليش لانتخب؟ بقول لي جوني ناجح بلا صوتي الاول بالصف، شو عم بيصير يا عم؟ او صور مين عم بعمل زوم؟ اوكي. انطلاق الباصات من جبل محسن باتجاه السفارة السورية، قد يكون هيدا كمان عم بزيد العجقة. طبعا يعني عم بقرأ رسائلكم وعم شوف انه فين يروحوا ينتخبوا بسوريا، وفي اكتر من مليون نصف المليون نازح سوري على ارض لبنان، وانه اذا منهم يعني خايفين او مرعوبين هذا يعني موضوع كمان قابل للنقاش. بس انه على من تقرأ مزاميرك هلأ يعني كتير مأخرين، يعني كتير مأخرين على الموضوع. كل البلدان قدرت لقيت له حل منظم مرتب مقبول إلا من عنا، ما كان بده شيء غير تنظيم هيدا الوجود، وأهلا وسهلا فيهم. بس تنظيمه، بس لما ما بيكون عندك دولة بيكون عندك مزرعة. أنا بهمني دايما لأن احكي عن نحن يعني، هلا بدي اجي اتدخل انا بارائهم وبمين بدهم وبمين ما بدهم يصطفلوا يعني. انا اذا بيتدخلوا عندي بعتبره احتلال يعني، لا منتدخل بانتخاباتهم ولا بيتدخلوا بانتخاباتنا، انتهى الموضوع. كمان اليوم رايحين على ابداء الرأي، ورايحين على التطبيل، ورايحين على التهليل، ورايحين يعني تشابها، بتتغير الأسامي بس يعني، والناس والاصطفاف. هلأ جايين عم تحكونا بأنه لازم يفلوا، ليه ما يعني سهرتوا على الحدود؟ في ست سورية بعرفها مبارح كانت عم تخبرني انه ما معها $100 لتفوت على سوريا، ده تشوف خيا مقعد ومريض، ما معها هاي $100، قاعدة تشتغل فلاحة يعني بلبنان، على اللبناني يعني بيقبضوها،
ما قادرة تجمعهم, ويعني وحتى لو جمعتهم قالت لي ما قادرة انه جمعهم هيك, ما لها قلب يعني تدفعهم هيك على حدود وترجع تفوت ما معها شيء لجوا لخيا وولاده ومدري شو. قالت لي بس في كتار عم بفوتوا تهريب. قالت لي انا ما بعرف بخاف انه بدي فوت رسمي شرعي وادفع $100. بعد التهريب ماشي دخلي وخروج الحق عمين يعني بيكون. نعم 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 بشار بالصور والفيديو النهار أكيد بإشكال على أوتوستراد نهر الكلب بين الباصات التي تقل الناخبين السوريين في ناس معترضين على مرور. رودينا من سوريا بونجور يما, لا تزعلي مني, كل السفرات بالعالم فتحوا السفرات للانتخاب, ليه بس بلبنان بيحكوا علينا هيك؟ يمكن يصوتوا ضد. نحن ما خصنا انه ما صراحة ما خصنا, صوتوا ضد بتصوتوا مع بتفلوا بتبقوا. نحن مسؤوليتنا انه يكون عنا بلد شرعي. اذا بده يستقبل نازحين بيستقبل بالعدد اللي قادر يستقبله, مش يصيروا عبء العدد المعين. لو في دولة كانت انتبهت على الحدود وكانت دخلت الناس واهلا وسهلا فيكن واعزاء واحباء, وانت بتعرفي رودينا, بس ما في نظام. هيدا كله شو هلأ عم تشوفيه على الطريق كمان, انه يعني نظرية معلي انه حكي فيها امبارح سمير جعجع واليوم الكل بعت لي اياها, انه اللي مع بشار ليه جاي يروح ينتخب هنيك, مازال امن مازال ما امن. هيدا ما بتنحكى هيك يعني بس مجرد تصريحات. هيدي قصة عودة النازحين, هيدا ملف أكبر مني ومنك, يعني هيدا ملف كتير كبير إلو يعني تداعيات بالمنطقة كلها, إلو حل بيصير بكرة بتشوفوه سحري, يعني اللي بيرجع بيرجع اللي بيبقى بيبقى, يعني أكبر من أنه هيك أنه يفلوا, يعني أكبر ملف شائك جدا له علاقة بهالدولة الزفت اللي عايشين فيها, اللي ما بتعرف تلحق ملف للأخير بس بتستعمله وقت اللي بدها تعمل شعبوية. أنه يا عنتريات يا هلأ عنتريات, وقت اللي كان لازم تعنترو بس انه مأخرين. سكروا الطريق, هني سكروا الطريق لما يمرقوا, ما بعرف مين هني. على كل حال يلا هلأ منتابع باقي التفاصيل, وانتبهوا على حالكم وتضلوا بخير. Raymond James Show with Raymond James, weekdays on Sultan Red, starting at 8 a.m.